الله عليك. مستحيل، قد ايه ظابطه؟ فخمه. يا سلام. هلا بالنسبه للتضييق، انا هون عندي الغريب، في مش غريب كثير، بس بدنا نعملها معامله المعكرونه او الباستا. رح نحط طنجره فيها مي ورح نستناها لتغلي، ورح نزيد عليها كميه ملح كثير كبيره. ما تخافوا من كميه الملح، يعني زي مبدا الباستا والمعكرونه لما نسلقها بنملح كثير، ما يعني عشان نتاكد انه طعمه المعكرونه او الرز انها تكون الملح داخل فيها. انا هون عندي رز بسمتي غسليته كثير كثير منيح عشان النشويات تطلع منه، تقريبا 6-7 مرات لحد ما اخر مره تكون انه يكون المي كثير صافي فيه. شو رح نعمل؟ رح ننزل رز البسمتي على المي ورح نسلقه نص سلقه اللي هو بالضبط 6-7 دقائق بمقلايه على نار وسط. راح ايش نعمل؟ رح نزيد اول اشي بالطنجره اللي ما بتلزق، رح نزيد زيت، وراح نزيد 4 معالق كبيره زبده. هلا هون رح نستنى لتدوب. شو بدنا نعمل على جنب؟ بدنا نحط ايش؟ رح نحط، رح نزيد، تمام. عندي هون شوية زعفران رح نزيد عليها مي مغلية، وعادة احنا بنعمل هاي الحركة عشان نتأكد انه الزعفران تطلع النكهات منه، اشتغل يعني يشتغل 100%. بدها تقريبا 6-7 دقائق، انا رح ابلش فيها على السريع. حنحتاج لثلاث معالق كبيرة لبن، وراح ازيد الزعفران مع المي، وراح نخلطهم كثير منيح. زي ما حكينا الرز اللي احنا سلقناه حنسلقه 6-7 دقائق، بعدين رح نصفيه كثير منيح ونغسله شوي بمي باردة عشان نوقف انه ما يستوي زيادة. احنا بدنا اياه نص سلقة، فهيو انا عندي اياه مسلوق ومصفى كثير منيح وراشين عليه مي باردة عشان نوقف الطبخ. شو بدنا نعمل؟ بدنا ناخذ كمية صغيرة من هذا الرز وبدنا نزيدها على خلطة اللبن والزعفران. هلا مش كل الإيرانية بيعملوا هاي خلطة اللبن، عادة ما مش موجودة هاي خلطة اللبن، بس ليه خلطة اللبن صارت هاي الأيام تنعمل؟ عشان بتأكد إنه نحمر الطبقة اللي تحت، يعني بتخلي الرز يتماسك مع بعض وبيصفي النتيجة إنه الرز يتحمر كتير، نسبتها أعلى من ما إنه ما تزيد طبقة اللبن، فهي تقريبا نوعا ما غش. يعني بتهيألي رح تعطي لون كتير أحلى الخلطة اللبن هاي. شو بنعمل؟ داب عندي الزبدة والزيت هون، رح أزيد هاي الطبقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى قد ايه كمية الدهن اللي عندنا بال اه عشان تتحمر عندنا أكثر. يعني كيف بدها تطلع كريسبي؟ بدها كثير نسبة دهن عالية لتحت. وبإيدينا إذا لابسين كفوف أو بسباتشولا أي شيء نضغط عليه ومنعلي النار، بدنا إياها نار عالية. قد ايه بتخليها؟ يعني نار عالية تقريبا. خلصنا منه. شو بنعمل هلا؟ كمية الرز اللي ضلت رح نزيدها على الطنجرة فوق الزعفران والرز واللبن، رح نضغط عليه بإيدينا. بدنا نعمل خزق صغيرة، تقريبا 8 خزق باستخدام معلقة خشب. هاد ايش رح يعمل؟ رح يساعد على انه كل المي او البخار اللي بالرز يطلع، فالنتيجة اللي احنا بدنا نعملها انه بدنا ننشفها عشان من تحت يطلع مقرمش. هلا احنا هاي التهديق عملناها خليناها تقريبا 8 دقائق، وطينا النار لنار هادية او وسط. راح نغطي الطنجرة بس راح احط منشفة عشان يمتص كل البخار والسوائل عشان تطلع ايش؟ تطلع كثير مقرمشة. بالنسبة للتهديق بدنا 3 كاسات رز بسمتي طويل حبة، ما رح يزبط برز قصير الحبة، رح نضطر نستخدم رز بسمتي. رح نحتاج لثلاث معالق لبن، تقريبا 60 جرام زبدة، 600 ملي اللي هو تقريبا ما يعادل 4 معالق كبيرة زيت نباتي، بدنا شوية زعفران، ملح وبس، ولا أسهل من هيك وصفة الصراحة.